بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام عليكم أيها الحضور المبارك ورحمة الله وبركاته. الحسين مدرسة الأحرار، في رفض الظلم ومقارعة الظالمين، في رفض العيش في الذل والهوان، في اختيار الشهادة على القبول بالذل والهوان. فهو القائل: ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. وهو القائل: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. وهو القائل: موت في عز خير من حياة في ذل. ونحن أتباع مدرسة الإمام الحسين نجدد عهدنا بالإمام الحسين، ونجدد تلبيتنا للإمام الحسين، ونجدد سيرنا الحثيث خلف مدرسة الحسين برفضنا للذل، ورفضنا للعيش مع الظالمين، واستعدادنا للشهادة في سبيل العزة والكرامة. إننا السائرون على درب الحسين نجدد هيهاتنا على مدى التاريخ والعصور، ملبين تلبية الحسين: لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.